السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي نعمل موضوع البحث والمقدمة بتاعتي. في البداية انا عندي 4 موضوعات للبحث: السياحة، الماء، الطاقة، الصحة. بعد ما حدد انا هعمل البحث بتاعي في انهي موضوع منهم، لازم يكون موضوع البحث بتاعي اختار له عنوان مناسب، لكن في مواصفات يجب أن ألتزم بها في عنوان البحث، في مواصفات معينة ألتزم بها في موضوع البحث بتاعي. يعني إيه الكلام ده؟ المواصفات اللي لازم أعملها أو أنفذها في البحث بتاعي: أول حاجة أن يكون جذابا وشيقا. يعني إيه يا أولاد؟ يكون جذاب وشيق، يلفت انتباه القارئ اللي قدامي او الشخص اللي بيقرا البحث بتاعي، يعني يكون يلفت انتباهي. طيب يلفت انتباهي ازاي؟ ان انا اخلي الموضوع بتاعي ملفت. زي ايه مثلا؟ ان انا لو هتكلم عن الميه اقول مثلا الماء والحياه، اربط الميه بالحياه، ده حاجه ملفته وجذابه. لو هتكلم عن السياحه كنا اقول السياحه والفراعنه. نيجي لتاني حاجة: السهولة والوضوح. ان العنوان بتاعي يكون سهل وواضح وبسيط، ما يكونش فيه كلمات صعبة او تقيلة علي. تالت حاجة: الايجاز والاختصار. لازم يكون العنوان بتاعي مختصر وما يزيدش عن 4 او 5 كلمات. انا عارفة ان انتوا شطار وما شاء الله عليكم وهتقدروا تنفذوا الحاجات دي بكل سهولة. طيب نيجي بعد كده: ازاي اكتب مقدمة البحث بتاعي؟ مقدمة البحث بتكون عبارة عن ايه؟ هي بتكون من 20 ل50 كلمة. المقدمة بتكون حسب موضوع البحث بتاعي، مش مقدمة عامة، لازم تكون مقدمة خاصة بالبحث بتاعي. يعني لو هتكلم عن المية يبقى المقدمة خاصة بالمية. طيب هتكلم عن السياح يبقى المقدمة خاصة بالسياحة. بس لازم اخلي بالي وانا بكتب المقدمة في شوية حاجات كده لازم اخد بالي منها. اول حاجة: استخدام جمل قوية وجذابة في بداية الموضوع. ان انا استخدم جمل تلفت انتباه اللي قدامي، تشد القارئ انه يقدر يكمل الموضوع. لان لو انا استخدمت جمل بسيطة، جمل مش قوية او ما بتجذبش انتباه اللي قدامي، مش هيقدر ان هو يكمل موضوع التعبير او موضوع البحث بتاعي، مش هيعجبه وبالتالي مش هيكمله. وانا عايزاه يكمل الموضوع ويقدر ان هو يقرأ، فلازم تكون جمل قوية وتشد انتباه القارئ اللي هيقرأ البحث. طيب كمان يا ولاد، تاني حاجة عندي: مراعاة سلامة اللغة وعلامات الترقيم. مراعاة سلامة اللغة وعلامات الترقيم، يعني أكتب باللغة العربية البسيطة وأراعي كمان الأخطاء الإملائية والنحوية. خلي بالك من حاجة: أنتوا دايما أي ألف عندك بتحط لها همزة 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 همزة، تراعي كمان الهمزات، هل الهمزة هتبقى من فوق ولا من تحت. انتوا عندكم الاخطاء دي كتيره جدا، ودايما خلي بالك الالف واللام الشمسيه او الالف واللام القمريه ما بتحطلهاش همزه. انت عندك اللام الشمسيه واللام القمريه ما بيحطش معاها همزه، لكن اجي اقرا الموضوع الاقيكم كل حته حاطين لي همزه همزه. فخلي بالك من حاجه زي كده. كمان حاجه مهمه جدا: اراعي الفرق ما بين التاء المربوطه والهاء المربوطه والتاء المفتوحه. امتى استخدم تاء مربوطه، امتى استخدم التاء المفتوحه، امتى استخدم الهاء المربوطه. انت عندك كلمه هذه دايما بتحط لها نقطتين، كلمه منه دايما بتحط لها نقطتين، فخلي بالك من اخطاء زي دي. طيب كمان يا حبايبي، لازم اراعي علامات الترقيم. يعني ايه علامات الترقيم؟ زي الفصله بتفصل ما بين الجمل الطويله، ودي اتدربنا عليها قبل كده. علامات التعجب بتكون في جمله التعجب، علامة الاستفهام بتكون في نهاية السؤال، النقطة بتكون في آخر الجملة بعد ما تمم المعنى. طيب الحاجات دي عندك انت ما بتقولهاش او ما بتاخدش بالك منها، دي برضو لازم تركز فيها قوي
وانت بتكتبها، لان طبعا عليها درجة. تالت عنصر معايا هو، او تالت حاجة، التنويه بإيجاز عن العناصر التي يتضمنها البحث. يعني ايه؟ هتكلم مثلا عن البحث بتاعي في حدود 20 لـ50 كلمة بس، بطريقة مبسطة وجميلة وباختصار شديد، ما زودش عن 50 كلمة، او ان انا مثلا اقعد اعيد وازيد في الكلمات. يعني انا بلاحظ بعض واحنا بنقرا الموضوع، ان انا كتبت الجمله في اول الموضوع تكتبها لي في الاخر تاني، تكتبها لي في النص، وكان اللي بيصحح الموضوع او اللي بيقرا الموضوع مش هياخد باله او مش هيقراه اصلا. خلي بالك دي اخطاء دايما انتوا بتقعوا فيها. يا رب يكون الفيديو او الكلام واضح بالنسبه لكم، وانا عارفه ان انتوا شطار وحلوين يا سنه ثالثه ابتدائي، وان شاء الله هتقدروا تكتبوا الموضوع ده واحسن منه كمان، ومتأكدة منه. أشوفكم على خير إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.